السلام عليكم اخواني، حياكم الله. معكم الاخ ديالكم علي باريش عبد السلام السباق، وهي ينقال لها ديمة محمد، وهو معروف باسم عبد السلام السباق، وهي ينقال لها الدية، واللي هذا الشي كامل، هذا الشي كامل في الكتمان، هذا الشي اللي لقطنا عنها من معلومات. هذه العائلة جاية من فرنسا، ما كانت في الجزائر، ياك فهمتني؟ وينقال لها الدية بنت محمد، ومن اياتها ثنتين، مناتها معه ولدها ومنت بدي مناتها صقرات، فهمت؟ وجاءوا الاستقبال، ومن الاستقبال ارتفد هو ونحبس، وعاقب ذاك جابوها هي الاستقبال وبقات تصقي، فهمت؟ وعاقب الاستقبال رفدوها التو، رفدوها المخيم ذا، هو ما اصلح لهم ذاك، وعاقبوا جابوها المستشفى الوطني حسب معلوماتي، المستشفى الوطني، مستشفين قالوا المستشفى الوطني او جاي تلس، ما عرف ذوك الحفر، ودخلوها صالة، وذي هي بقات تصقي، جيبوا لي راجلي، جيبوا لي راجلي، جيبوا لي مولا خيمتي، جيبوا لي مستشفى الحشوي، فهمت؟ وعاقبوا يا سيدي رفدوها من المستشفى الوطني وجابوها للسجن الرشيد، وبناوا لها دوير حق الله، فهمت؟ وداروا عليها حراس، فهمت؟ الحاصيل عقب الراجل وصفى اللي هو السباق، اللي هو عبد السلام السباق راجلها، وعقبت هي وصفات، التريكة الطويفيلات ارتفدوا، قال حد عنه ارتفدوا، ياك فهمتني؟ وسمعت مولي الطفيل ذاك في شهادته وقال عنهم ارتفدوا، انه ارفدهم ما يريد ودي الحسن، هذا اللي غريك ممثل في كناريا، فهمت؟ وهو قطعا عنهم ارتفدوا، الطويفيلات ثنتين ارتفدوا في الوت، وصفا والله اعلم ما وصفا، والله اعلم يا غير اللي مشهود مع الله وصفا. ومنين طلعت الوت خارج اللي سمع عماير، مشاو بكراش وسمعوا عماير للطويفيلات ذوك، شوفوا وين صفا هم ولا شي من ذوك البليدات، فهمت؟ هذه هي اخبارها اللي كاسب عنها، ينقال لها الدية بنت محمد، وهو ينقال له عبد السلام السباق، وجاي من فرنسا. هذه هي اخبار، هذه بعد اللي عندي انا، وهذا هو اللي له. نقول لك ولد الخيمة الكبير، ومرحبتي بك، وسهلتي ووهلتي، مرحبا، وسهلا ووهلا، اصل مرحبا. النقطة الرابعة، احنا نشهدوا على اللي شاهه عينينا، شي ما شفناه والله ما عشناه ما نلاقي نشهدوا عليه، هاي الدنيا وذيك الآخرة. اللي مات قدامنا ياسر، من ضمنهم ذيك المرأة اللي مات هي وولادها، اللي كان يحرص عليها حياة البخاري رحمة الله عليه، وهو كان معنا في السجن، ومات على طريق علي دثني صلازار، وسويلك العلب اللي كان طبيب في المستشفى، وراجل ميت عند القويطينات اللي كانوا تلنا عصراية النهار، علي صلازار منين جابوها هي موجودة قايدها، واحد يقول له بي بيه، وواحد ينقال له سويليمة، وصايقة واحد ثاني ينقال له زوادي، الين جابوها له، شافت راجلها مكتف وقيمة العياط، وخبطوه قدامها انطلقات من المسدس، والمجموعة كاملة واقفة مجموعة الامن، وجابوها، ومنين عاد في الليل مات هي وارتفدوا ولادها الاثنين، وذاك اللي رفدهم رانا نعرفه واسمه عندنا. هذا من جانب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ مصطفى، بعد والله لنا من رجل من هوني لا وراك الهيه، إذا قال لي لا يرد عليك يا مصطفى، أنت قام حق أنك عشت معايا الحمد لله، ولو أنت في زنزانة وحدك وأنا في شيء قرعة ثانية. أنا اللي لا يرد عليك سولتني عن البشير مصطفى، البشير مصطفى ومعاه اثنين والله ثلاثة، أنا هذا عيط لي في دارة الأمن اللي تعرف في الليل، ومعاه ميتشل، ومعاه واحد ثاني والله اثنين، وقايدني شمهاروش اللي تعرف، مغمرني لعندهم منين جيتو، تسلم علي سلام زي، وقام سلازار وعطاني بيته وطوبته، وذيك اللي ما كان يمسها صحق شياطين خليها الواقي، قال لي مزلتك ميت له حقه، عطاني بيته وكميت منه. سوى الأول من شي سواني عنه البشير، سا
سولني عن واحد قال له مولود ولد لبيه، واحد من قبيل تيتوسون بعد تيتوس، واحد من ايتوا عبان، وخوه شاد من خويا في التيندوف في حي القصابي قدام الثورة الزراعية. سولني عنه، قال لي إذا الراجل تعرفه، قلت له نعرفه في المغرب غير اللي نسمع به معاه معرفة يعني شخصية نعرفه غير نعرفه بسماعية. قال لي خوه مولود اللي معانا قال لي في الناحية الرابعة على المدفعية شيعود له، قلت له خوه، قال لي المرأة اللي عنده، قلت له من تخوي أنا عمها واقف. قال لي من درا حد رخاك أنت وهو الاثنين راهو، قال لي عندنا حالا وسالم، ياك ما تخموا تقدروا بدي الكلمة. قلت له أنا بعد شخصيا والله العظيم المقيم يا ما نجبر رقبة ارنب ومبات هون. الأول من شجم رصف علي صالة زار وخبطني طرشة وقال له هو علاه تخبطه، خلي ليني كمل أخبار. قلت له أخبار يا ذيك هي ياك فهمتني، هذا من رأيته وجبرته فهم وشفته وريته ياك فهمتني، هذا وقع في الحبس. ليلة اللي مات المرأة اللي بات تتعذب، المرأة الحسنية، سابق ذاك بليلة واحدة منين مات راجلها، فم هو وفم ميتشل وفم الحاس اسمه علي والسيد البشير ياك فهمتني، هذو كيف اللي قاعد لها انت فهم. انا نعدل وتيت سالازار اللي تعرف الفوق وجابوا لي الوتت وهو وعدلت له مسائل فيها ومشات وهو فهم، وجاني ميتشل براسه واعطاني قويروات من دوزا ياك فهمتني، وعيط لشمهاروش وقام صايق لي دخلني الحفيره اللي تعرف. النقطة الثانية، نهار التعذيب اللي كنت انت تبكي اللي معيطي لي انا، كانوا لي يجروني مع الناس اللي كتلوا بالحبال بالجر، وكنت تبكي، ومنين جيت انا شاكردوني ودخل الحبال ونقطع، وجيت قوايمي مجرحه وقمت تراجع تبكي، قلت لي على سلامتك من الانتحار. راه هو ذاك النهار مولي كامل الويل حويصرين كاملين فم. وهذا والسلام. وسائل التعذيب اللي عملت هون للمجموعه، اولا خلقت انواع التعذيب ما خالق حد من اللجنه التنفيذيه وللمكتب السياسي وللكلاب الضال اللي جايه من بلادات ثانيه اللي ذوك اللي يسقر منهم ما بطشوا بطشهم الفوقاني، ومارست عليهم على هاي المجموعه امراض العنصريه، ما هي الخيانة؟ العنصرية، الكحلة، معناها أنه الراجل يوقف قدامك ويقبض لك قاط ويسوك في سنيك ويقول لك بيك أنت وجدك راه معدل أبويا أنا وجدي، هذا هو اللي مارس علينا. هذا النوع ما خالق نوع من التعذيب ما وقع وعدل في ذاك البلد اللي ذاك هو. خلق جرب الوتاتي لين ما بقش ما وذاك اللي قابض الكابلي. خلق ردي مارواقيج حيين، نعرفوا الحسيان اللي مردون فيهم الناس حيين يتلاغطوا. والفوسيات اللي مردومين فيهم الناس حيين، هذا نعرفه ونشهدوا به المولانا، ما هو العباد ما العباد الواخد، هذا كامل وقع. وقع ياسر من المسائل، من الإهانة اللي ما تقد للسينة تحصيها، من التجويع ومن التنكيل ومن الحقرة ومن المسائل الخويسرة اللي ما تقد تنحمل ولا تنصبر. ولو كان اللي احنا ذا كامل والله اللي باقي فينا من مسلتين، لأن مجموعة الضحايا قدم الطلب وكان أمالنا كبير، لأن ذا قاع النوع ما يلتحق ولا يتصل، كان أمالنا كاملين في المؤتمر الخمطاش هذا اللي فايت، أعلننا نلتقى ونحقوا مسائل بيناتنا ولا جاب حد أخبارها. يقير ذا ما نجبر، إن قال لا مجموعة من الخيان ومشات وكذا ورواية وشغلة وذاك نبتو. يقير بعد أنا نقول ذاك اللي يقول عنا إحنا خيان، رانا ما أنا خيان، إحنا هم الصحراوي الحقيقيين، ورانا مولي ما أنا قابضين عداوة لشعبنا، لأنه شعبنا وحنا منه سياني منين عندنا. يقير اللي هو مقبوضة له الخيانة بعض من القيادة، ولا هي القيادة كاملة، بعض من القيادة اللي نست تاريخنا ونست سمعتنا وخلات ذي يخلق بيناتنا إلى اليوم هذا اللي ما تلا عنده دواء، وما اللي كان اللي وداوى الجرح مازال في بلو، إذا ما يظلم حد ولا يبقى في أخلاقه.